ما هو مرض الزهري؟ يعتبر الزهري أحد الأمراض المنقولة جنسيا Sexually Transmitted Disease، والذي يحدث نتيجة انتقال العدوى البكتيرية التي تتسبب بها البكتيريا المعروفة باللولبية الشاحبة. وغالبا ما تنتقل العدوى بسبب الأغشية المخاطية أو قروحات الجلد التي توجد في المهبل وفتحة الشرج والمستقيم والفم وعلى الشفتين، وذلك عن طريق ممارسة الجنس بأي شكل من أشكاله مع شخص مصاب. وكذلك يمكن للعدوى أن تنتقل من الأم إلى جنينها خلال الحمل أو عند الولادة. وتجدر الإشارة إلى أن الإصابة بالزهري في إحدى مراحل الحياة لا تمنع الإصابة به لاحقا. وقد أشارت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها والمعروفة اختصارا بـ CDC Center for Disease Control and Prevention أن أكثر من 88,000 حالة مصابة بالزهري قد تم تسجيلها في سنة 2016، وأن ما يقارب 60% من حالات الزهري كانت في الرجال الشواذ جنسيا. ما هي أعراض الإصابة بالزهري؟ تختلف الأعراض والعلامات التي تظهر على المصابين بمرض الزهري باختلاف مرحلة المرض، وفيما يأتي بيان ذلك. المرحلة الأولى، وتبدأ هذه المرحلة بعد تعرض للبكتيريا بثلاثة من أربعة إلى 4 أسابيع تقريبا، وغالبا ما تبدأ بقرحة تعرف بالقرحة الصلبة أو القرحة الزهرية. وتظهر هذه القرحة في الجزء الذي انتقلت البكتيريا من خلاله إلى الجسم، فقد يكون الفم أو المستقيم أو الأعضاء التناسلية، وتكون القرحة صغيرة الحجم ودائرية. وعلى الرغم من أنها لا تسبب الألم إلا أنها تكون معدية للغاية، تنتقل العدوى عن طريق الاتصال المباشر فيها بما فيها ممارسة الجنس أو الجنس الفموي، وغالبا ما تستمر من أسبوعين إلى 6 أسابيع. المرحلة الثانية، في هذه المرحلة تشتبه أعراض الزهر مع بعض الأمراض الأخرى، إذ يظهر في هذه المرحلة طفح جلدي وخاصة على راحة اليدين وباطن القدمين، ولكن هذا لا يمنع احتمالية ظهوره في أي مكان في الجسم، وغالبا لا يسبب الطفح حكة، وقد لا يلحظ المصاب وجوده. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني المصاب من التهاب الحلق، وفي الحقيقة بغض النظر عن تلقي المريض للعلاج أو عدم تناوله إياه، فإن هذه الأعراض تختفي، ولكن هذا لا يعني امتثال المصاب للشفاء. فلا يزال الزهري مستوطنا في الجسم. ومن الأعراض الأخرى التي قد تظهر في هذه المرحلة وتختفي أيضا من تلقاء نفسها هي الصداع، انتفاخ الغدد الليمفاوية، التعب والإعياء العام، الحمى، نقصان الوزن، فقدان الشعر، وألم المفاصل. المرحلة الكامنة، سميت هذه المرحلة بالكامنة لاختفاء الأعراض والعلامات التي قد ظهرت في المرحلة الأولى والثانوية وعدم ظهور أي أعراض جديدة، ولكن لا يزال الزهر يقطن الجسد، وقد تستمر هذه المرحلة إلى سنوات عدة قبل الدخول في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، وجدت بعض الإحصائيات العلمية المعتمدة أن ما يقارب من 30 إلى 15% من المصابين بالزهري الذين لم يتلقوا العلاج وقد وصلوا إلى هذه المرحلة بعد مرور أعوام عديدة، وتعد هذه المرحلة خطيرة للغاية وقد تودي بحياة المصاب. ومن الأعراض والعلامات التي تظهر في هذه المرحلة المعاناة من الاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية والتهاب السحايا. الإصابة بالزهري العصبي المعروف بالسيفيليس الجهاز العصبي، والذي يتمثل بمعاناة المصاب من العدوى التي تهاجم الدماغ والحبل الشوكي على حد سواء، تلف الأنسجة الرخوة والعظام، فقدان الذاكرة، والإصابة بأمراض القلب، المعاناة من الاضطرابات والأمراض التنفسية النفسية أيضا، فقدان السمع والعمى. علاج مرض الزهري، لا يمكن البدء بعلاج الزهري إلا بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من وجوده، وتحديدا فترة الإصابة بالبكتيريا المسببة للعدوى. وغالبا ما يتم علاج داء الزهري عن طريق إعطاء المضاد الحيوي المناسب الذي يحتاج وصفة طبية لصرفه. وفي الحقيقة أبدى المضاد الحيوي المعروف بالبنسلين فعالية كبيرة في علاج الزهري. يعتمد الأطباء إعطاء هذا المضاد لفترة تتناسب مع مدة إصابتهم، فمثلا إذا مر أقل من عامين على الإصابة بالزهري فإن الطبيب المختص يقوم بحقن المريض بجرعة واحدة من البنسلين،
وقد يستعيض عنه بمضاد حيوي يعطى عن طريق الفم لمدة من 10 إلى 14 يوما في حال عدم قدرة المصاب على أخذ البنسلين. ولكن إذا مر أكثر من عامين على الإصابة بالزهر، فإن الطبيب يقوم بإعطاء المصاب 3 حقن من البنسلين، حيث يعطى جرعة واحدة كل أسبوع. إذا لم يكن أخذ البنسلين ممكنا، فإن الطبيب يقوم بصرف مضاد حيوي مناسب لمدة تصل إلى 28 يوما. وأما في الحالات الشديدة التي يكون فيها أثر الزهر قد وصل إلى الدماغ، فإن الطبيب يقوم بإعطاء المريض حقنة من البنسلين يوميا لمدة أسبوعين. قد يترتب طبعا على تناول الأدوية المستعملة في علاج الزهري بعض الآثار الجانبية مثل الأعراض والعلامات المشابهة للإنفلونزا، والتي غالبا ما تتمثل بالحمى والصداع وآلام المفاصل والعضلات. وغالبا ما تستمر هذه الأعراض لمدة 24 ساعة ثم تختفي. وقد يحتاج المريض لتناول الباراسيتامول لتخفيف هذه الأعراض. وقد يعاني البعض من فرط التحسس للبنسلين، ولكن الطاقم الطبي قادر على حل هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة، ويجدر التنبيه على ضرورة الامتناع عن العلاقات الجنسية بأشكالها حتى مرور أسبوعين على العلاج. ويمكن كذلك التواصل الجلدي القريب مع الآخرين يمنع كذلك التواصل الجلدي القريب مع الآخرين خلال هذه الفترة.